بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مما يأمر به الإسلام، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على إفطار الصائم. في إفطار الصائم أجر عظيم، الذي يفطر الصائم ينال من الأجر ما يناله صائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فبذلك يكون قد نال أجر صائمين، وذلك شيء عظيم عند الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى على العموم الإسلام أيضا يوجب إكرام الضيف، يوجب إكرام الضيف سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، فالضيف له حق في الإسلام، يجب أن يكرم. هذا الإفطار الذي رأيتموه هنا يوجد تقريبا في المساجد كلها في رمضان، لكن الأعداد تتفاوت. هنا عندنا في مسقط تكون كثافة، تقريبا عندنا هنا في المسجد يوفر الإفطار تقريبا لخمسمائة صائم إلى 600 صائم، من 500 صائم إلى 600 صائم يوفر له الإفطار كل يوم، ويفطرون هنا في المسجد. والمسلمون أيضا في كثير من الأحيان في شهر رمضان يجتمعون في المسجد فيفطرون معا، شهر رمضان يزيدهم اجتماعا وألفة ومحبة. نعم، الإفطار يشمل الجميع، من حضر هيئ له الإفطار سواء كان مسلما أو غير مسلم. يعني لا يعنينا هذا الأمر، لا يعنينا أن نسأل، لأن الإسلام أمرنا بإكرام الضيف عموما من غير أن يخصص ويقال بأن ذلك للضيف المسلم. نحن مأمورون أن نكرم الضيف عموما من غير أن نسأل عن ديانته، هل هو مسلم أو غير مسلم، يلزم أن نكرمه شرعا. هم طلبة، ولكن أيضا هذا العمل الذي معنا رأيتموه يقوم به هؤلاء الشباب في هذا السن أو الأطفال، هو أيضا من عملهم. عادة معنا الشاب صغير أو الطفل هو الذي يبادر لإكرام الضيف ولتقريب الطعام ولتهيئة الشراب، يعني هذا أيضا مما يأمر به الإسلام. الإسلام يأمر بذلك، يأمر بخدمة الضيف، ولذلك تجد الناس يعودون أولادهم وهم صغار على خدمة الضيف والقيام بشأنه، لأن هذا مما يأمر به الإسلام. في رمضان هناك مجموعة من الأعمال، أول تلك الأعمال التعليم. يعني في شهر رمضان تنشط هذه المسألة، تعليم الشرع، تعليم القرآن، مدارسة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الأمر الآخر، هناك أيضا دروس أو محاضرات قصيرة تلقى للناس بعد الصلوات، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر أحيانا. وهناك أيضا هذا الأمر وهو الإفطار، وهناك في شهر رمضان أيضا كثير من الناس يخرجون زكواتهم وصدقاتهم في شهر رمضان. عادة القائمون في المسجد هم الذين يقومون بإيصال تلك الزكوات وتلك الصدقات إلى مستحقيها، يعدون القوائم اللازمة لإيصال تلك الصدقات وتلك الزكوات إلى مستحقيها. وفي آخر شهر رمضان أيضا الناس يجمعون زكاة الفطر، وهي شيء غير زكاة المال، هذه زكاة الأبدان. زكاة الفطر أيضا توزع على الفقراء والمساكين يوم العيد قبل صلاة العيد، حتى يفرح هؤلاء أيضا بالعيد كما يفرح غيرهم. أيضا التقارب ما بين الناس يكونون يعني أكثر تهيئة، يهيئون نفوسهم أكثر في شهر رمضان، ولذلك تجد التقارب فيما بينهم كبيرا، تجدهم يتزاورون وتجدهم يجتمعون، يفطرون معا، يتناولون الطعام معا، أيضا يقيمون برامج على مستوى الأسر. المسابقات في شهر رمضان أيضا تنشط، سواء كانت تلك المسابقات في القرآن أو كانت تلك المسابقات في الثقافة عموما.